قضية جاء في حديث حسن إن شاء الله تعالى، وهو أن إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فليأخذ منه نهمته، يعني يأخذ اللي مشتهي من الإناء، يعني أكل أو شرب أو كذا. أما الإنسان إذا كان الإناء ليس في يده، يعني قاعد كذي سمع الأذان راح شرب ماي، ما يجوز. لأن احنا خلونا نفهم قضية معينة، ما معنى النداء؟ ما معنى الله أكبر؟ معنى الله أكبر يعني دخل الوقت، بس هذا هو الأذان، إعلام بدخول الوقت. الأذان هو إعلام بدخول الوقت. فإذا قال الله أكبر كنا يقولك شنو؟ طلع الفجر، بس هذه هي. فإذا كان المؤذن ممن يعرف بأنه يعني مضبوط، خلنا نقول يؤذن بالوقت، أما إذا كان المؤذن معروف أنه ما مرة يؤذن قبل مرة يؤذن عقب، هذا لا يلتفت إليه. أما إذا كان المؤذن هو الأصل في المؤذنين أنه يؤذن في الوقت، فهذا مجرد أن يقول الله أكبر قاعد يقولك دخل الوقت، مثل أذان المغرب. إحنا الحين مجرد نقول الله أكبر ناكل، صح ولا لا؟ ما ننتظر، ليش؟ لأنه قاعد يقول لنا غابت الشمس أو دخل الوقت. كذلك الفجر، مجرد أن يقول الله أكبر دخل الوقت، فيمتنع الإنسان عن الأكل وعن الشرب وعن هذا تماما، لأنه دخل الوقت، دخل وقت الصيام. يبقى أمر وهو إذا كان الإناء في يده أو اللقمة بحلجة أو كذا زين يبلعها، والإناء في يده يشرب منه، أو قاعد يأكل يكمل الأكل اللي بيده. أما أن يبدأ يأكل من جديد وكذا، هذا لا ما يصح أبدا. ولو ترك الإنسان هذا هو الصحيح، أن الإنسان يعني حتى لو الإناء في يده سمعت الله أكبر هونت، ما عليه شيء، لأن هذا الأمر أمر إباحة وليس أمر إيجاب. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليأخذ منه نهمته، إن على سبيل الإباحة ليس على سبيل الإيجاب.